تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يطلعنا عليها ضيفنا اليوم الذي ينضم إلينا عبر سكايب يزن صوالحة. بداية صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. صباح الخير أنس. يسعد صباحك يزن. بداية، ما هي وجهة نظرك حول هذه الأعطال المتكررة وما سببها؟ طبعا أعطال دامت أكثر من 6 ساعات أثرت على الجميع طبعا، والسبب الرئيسي أو يرجح أن السبب الرئيسي هو تغييرات الإعدادات على أجهزة التوجيه الأساسية، واللي بتنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات. يعني في حال شخص دخل على موقع إلكتروني، هذا الشخص بس يدخل على موقع إلكتروني، جهازه الخاص بيتصل بالموقع عن طريق شيء اسمه بروتوكول. هذا البروتوكول أو ما يسمى بروتوكول البوابة الحدودية، عشان يتم توجيه الشخص للموقع الإلكتروني بيقوم هذا البروتوكول البوابة الحدودية أو البي جي بي بيقوم باختيار أفضل مسار لنقل المعلومات للشخص. اللي صار إنه توقف فيسبوك كان بسبب عدم توفر هذه المعلومات لتوجيهها للشخص. فزي ما بتقدر تقول الويب سايت زي كأنه بطل موجود. يس احنا بنشوف يمكن على الموبايل، على الموبايل ابلكيشن او كذا بنشوف الفيسبوك، لكن بالمقابل انت ما عم بيجيك معلومات او بيانات عم تظهر لك. فهذا كان احد الاسباب اللي فعليا فيسبوك ما صرح فيها رسميا، لكن هاي توقعات خبراء تقنيين. نعم يزن، اذا بنحكي عن اثر ذلك على الشركات والعاملين بالتسويق الالكتروني. بالتأكيد في كثير مشاكل أصبحت خاصة عند الناس أو الشركات، أو خلينا نحكي الشركات الناشئة التي تعتمد اعتماد كلي على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجاتها، صار عندهم مشاكل، وخاصة الانقطاع احنا بنحكي 6 ساعات. فهذا دائما بوجهنا إنه لازم يكون في خطة بديلة، الخطة البديلة اللي بتركز على وجود تطبيق أو وجود هوية رقمية خاصة في هاي المنشأة اللي بتوفر لكل الشركات الناشئة، هذول بتوفر لهم فرصة للناس تتذكر هم وين موجودين بقناة مختلفة عن مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة انه ممكن تتأثر مبيعاتهم بهذا الموضوع، ولازم الناس تتذكر في منصة خاصة لهم ترجع لهم. هذا جزء من الهوية الرقمية اللي لازم يشتغلوا عليها. بالمقابل اكيد ايضا التسويق اصبحت الشركات تتوجه الى منصات اخرى، والمنصات الاخرى عشان يروجوا لمنتجاتهم اكثر، وهنا زي ما شفنا بتويتر، تيليجرام، حتى تطبيق سيجنال تدخل بالموضوع، وبلشت الناس حتى اعلنوا عن ازدياد في حركه المستخدمين لديهم. نعم، يعني يزن كما تحدثت تطبيق سيجنال شهد اعداد من المستخدمين الذين استخدموا هذا التطبيق خلال اعطال فيسبوك وتحديدا اعطال واتساب، واتجه عدد كثير كبير من الناس لهم. اذا بدنا نحكي، تحدثت انت عن هويه رقميه للشركات، الخطط والافكار المستقبليه بخصوص الحملات، كونهم الحملات الموجهه اغلبها بتكون من خلال منصات شبكه فيسبوك، فبرايك الخطط المستقبليه هل هناك اعطال متوقعه واخطاء متوقعه خلال الفتره القادمه ممكن تحكي لأصحاب الشركات وأيضا المسوقين الإلكترونيين إنه ممكن يتفادوها خلال الفترة الجاي؟ يعني احنا توقع بالعطال، العطال دائما موجودة، وهنا بفتش إدارة الشركة كيف إنها تتفادى هذه الأمور. لكن اليوم نظام فيسبوك نظام مركزي، إذا بنحكي عن نظام مركزي يعني كل خدماتها بتم تشغيلها فقط من داخل فيسبوك، ما عم بيحاولوا إنهم يعتمدوا على شركات خارجية. هاي سبب رئيسي إنه كان عندهم صعوبة في وين يشوفوا المشكلة، أو المشكلة إنهم يقدروا يتعقبوها. لكن في حال كان في عنا دائما خطط بديلة لحتى توزيع الأحمال عن الشركة ونعملها شوي لا مركزية ونعطي الموضوع للأخصائيين، ممكن يوفر علينا عبء تقني ونقدر نحل المشكلة بأسرع وقت ممكن. وهذا الإشي اللي كانوا حتى خبراء تقنيين في العالم عم بوجهوا هاي الرسالة لفيسبوك، إنه ما في داعي دائما يكون كل شيء إحنا مهيمنين عليه، مش غلط تعطوا وتوزعوا هذا الموضوع والأحمال، لكن الفيسبوك المهيمن حاليا فبطلع له. نعم، بدنا نحكي لمارك زوكربيرغ يدير باله خلال الفترة الجاية. إذا هيك الخبير والمدون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يزن صوالحة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.